بظل التطور التكنولوجي والعولمة التي تغزو العالم، التي تبقى دايما الأسرة هي النواة الأساسية لكل مجتمع للنهوض بجيل متماسك وبناء جيل قادر على خوض مضمار الحياة. الخلافات العائلية والعلاقات الاجتماعية مطرق عليها من تغيرات في ظل الظروف الراهنة. تساؤلات كثيرة أكيد رح نطرحها وتجاوبنا عنها الدكتورة تغريد مسلم، دكتورة في علم الاجتماع. صباح الخير دكتورة تغريد، وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي يا دكتورة. فيكي. بالبداية مثل ما قلنا دخلت العولمة أكثر على حياتنا الشخصية والعائلية، وصار في شوي تفكك ببعض الأسر. اليوم نحن كيف بنقدر نحافظ على أسرة ناجحة وسليمة؟ الحقيقة بالفعل إنه حالياً نواجه خطر كثير كبير تواجهه الأسرة الطبيعية، النواة الأساسية لوجود أي مجتمع ولا تشكيل أي مجتمع هو الأسرة. الأسرة حالياً تواجه خطر وهو الوجود الافتراضي أو العلاقات الافتراضي أو المجتمع الرقمي الجديد، فأفراد الأسرة جميعاً ينساقون نحو هذا المجتمع الجديد ويخرجون من مجتمعهم وعلاقاتهم الطبيعية وال الألفة والمحبة اللي هي بتجمع الأسرة التقليدية بالعموم. الخطر مثل التكنولوجيا يعني إلها مخاطر وكذلك إلها إيجابيات، وإيجابياتها قد تكون أكثر وتفوق السلبيات إذا أحسننا استخدام هذه التكنولوجيا. لكن بالعموم نحن لحد الآن نجهل ما كيف نستخدم هذه التكنولوجيا، أي كيف نوظف هذه التكنولوجيا، نوظفها لمنفعتنا ولتحقيق أهدافنا. بالعموم اللي عم استخدام التكنولوجيا عم يكون لتضييع الوقت، للتسلية، لأشياء يعني ما بتعطي منفعة. لذلك نحن نتكلم دائما عن مخاطر التكنولوجيا، لكن هذا لا يعني أن التكنولوجيا بعمومها هي سلبية، لا بالعكس، لكن استخداماتنا هي التي تؤدي بنا إلى أن نكون أمام خطر يواجه التكنولوجيا. وأجل خطر وأخطر ما نواجهه أنه العلاقات العائلية تتفكك ويكون فيها شاشة بهل أسرة وبعلاقاتها مع بعض البعض وبعلاقات أفرادها. لماذا؟ لأن كل فرد يصبح بعالمه الخاص، ما في علاقة متبادلة، ما بقى في علاقات مع بعض. يعني ممكن يكونوا بمساحة معينة بغرفة محددة، لكن كل واحد هو موجود بعالم افتراضي خاص، ماسك الموبايل أو الآيباد. يعني هي خطر على الأسرة الصغيرة وعلى الأسر وعلى الأسرة الكبيرة. خلينا نقول يمكن بنشوف انه في يوم واحد بالجمعة العيلة بتجتمع عند بيت جدة او صح. هيك، فبنلاقي كل حدا بموبايل، او حتى هن صاروا يحكوا بالتكنولوجيا، صار الحديث المشترك هو عن التكنولوجيا. صحيح، يعني كانت الأسرة التقليدية أن تجتمع بنهاية الأسبوع ببيت الجد والجدة وتتبادلوا الأحاديث التقليدية والمشاكل والقصص اللي بتخص بالعائلة. حاليا يعني كل ممكن يتذكروا الأخوة بعضهم، يعني مو بس العائلة الكبيرة والممتدة، بدأت العلاقات تتفكك وبدأت. هذا طبعا مو بس للتكنولوجيا، بنحط كل العبء على التكنولوجيا، لا، كذلك هناك متغيرات، هناك تغيرات جديدة حصلت على المجتمع، وهل التغيرات كذلك يعني أدت بنا إلى بعض التفكك والأخطار اللي بتواجهها الأسرة. طبعا هذا بالدرجة الأولى، لا نقلل من خطر التكنولوجيا، لكن كذلك التغيرات الجديدة كان لها ما لها وما تركت على الأسرة السورية. نعم. دكتورة، يمكن كل سيدة هلأ عم تتابعنا عم تحس بمعاناة هالموضوع ضمن أسرتها. اليوم كيف سيدة المنزل ورب المنزل بيقدر يحافظ على أسرة سليمة وبيقدر يتفادى هالمشاكل اللي بتنتج عن العالم الافتراضي اللي عم يعيش فيه ضمن بيته؟ يعني لابد لرب الأسرة أو للأسرة بالعموم من وضع سياسة، والسياسة لإدارة هذه الأسرة. وطبعا هذه الأساسيات لقيام أي أسرة ناجحة لابد من أن تكون من بداية الحياة الزوجية. يعني مع بداية الحياة الزوجية الطرفان الزوج والزوجة يجب أن يتفقا على سير حياة العائلة وتوزيع الأدوار والمهام والمسؤوليات وكل جزء وكيف
كيفية حل الخلافات، كيفية مواجهة الظروف التي قد تطرأ على الأسرة، لأنه من المعروف ما في يعني شخصين متشابهين، كل شخص بيختلف عن الآخر، وبالتالي هناك تباينات بين الأفراد، وهذه التباينات تؤدي إلى وجود خلافات. وإذا ما أحسن الطرفان أو الزوجان، إذا ما أحسن تدبير هذه الخلافات وتدبير هذه الاختلافات وتوظيفها لمصلحة الأسرة. فلذلك لابد من أنه يكون في خطة لإدارة هذه الأسرة، ويكون في توزيع للأدوار وطريقة لحل المشكلات ولمواجهة كل التطورات والتغيرات اللي ممكن أن تواجه الأسرة. هيك إحنا بنكون عم نحط الأسرة بمركب سليم، بحيث أنه يوديها لبر الأمان. فبالبداية أنه يجب أن يكون هناك دور لرب الأسرة. من هو رب الأسرة؟ في كتير من الأسر بنشوف رب الأسرة مو بالضروري يكون الرجل، يعني على الأغلب حاليا المرأة هي رب الأسرة، هي اللي عم تمشي الأسرة، وهي وما تتميز به المرأة السورية بقدر كبير من التنظيم والإدارة، فهي المدبرة بالدرجة الأولى. مهما كان مجتمع عنا مجتمع ذكوري، والرجل هو له الكلمة الأولى وله السلوك الظاهر أمام الآخرين، إلا أنه في الجوهر المرأة هي التي تسير كل أمور الأسرة، من تدبير مالي واقتصادي واجتماعي وكافة والمال مهام داخل المنزل وخلح الأمور، هي على الأخير بتلحق على كل شيء يعني. ما شاء الله. نعم دكتورة، خلينا نحكي عن الآثار السلبية على الأولاد. يعني إذا في تفكك بالأسرة دائما بينتج هذا الشيء آثار سلبية على الأولاد، بس ما بتبين بالوقت الحالي، بتبين لبعدين فيما بعد. خلينا نحكي عن هي الآثار، وخلينا نحكي أي أكثر عمر هو رح يتأذى إذا في تفكك أسري. بالحقيقة الخلافات وضمن الأسرة بتأثر المتضرر الأول والأخير هو الأبناء. طبعا الطرفان يتضرران من الخلافات، لكن أسوأ الأضرار هي تقع على الأبناء، اللي هدول لا حول لهم ولا قوة، موجودين وجدوا ضمن هالأسرة، وبالتالي مشاكل ونتائج اللي قامت عليها هالأسرة أو هالعلاقة بين الزوج والزوجة يحصدها هؤلاء الأبناء. فخاصة إذا كان العمر، يعني هو أنا لا أقلل من خطر أي عمر، كل الأعمار يعني تتعرض للخطر، لكن في أعمار يعني أصبح عندها المقدرة على المواجهة وأن تستوعب المشاكل، لكن الأعمار الأصغر سنا هي الأخطر، التي تتلقى المشاكل وتقوم بالكبت، وهذا الكبت يظهر بعد سن 18 بعد النضوج واكتمال الشخصية، تبدأ تظهر المشاكل على الأفراد من مزاجية، من عصبية، من غضب، من أمراض نفسية، ممكن من كتير من المخاطر اللي بتأدي إلى أنه يكون في عنده خوف، يكون عنده ممكن يوصل لدرجة تكون مرضية. فكل هالمشاكل هي بيحصدها الأبناء بعد سن معينة. فلذلك لابد للأسرة أو للزوج والزوجة أن يعوا جيدا خطر سلوكياتهم، لأنه لما بتحدث مشكلة يعني ما بيكون في عندهم الحكمة لحتى يفكروا أنه نحن كلامنا ومشاكلنا مع بعض هي رح تنعكس على الأولاد. لا بالعكس، كل طرف بيحاول يكون هو الفائز، هو مين بيقذف الآخر بكم من الشتائم وبكم من الصفات، وما بيعرف أنه بعدين كل هذا الشيء هو عم يحطم ابنه اللي بده يحصد نتيجة كل هالمشاكل فيما بعد. لذلك لابد من أنه يعو جيدا أنه الخلافات، لابد صحيح خلافات موجودة وهي أمر واقع، لكن لابد من تدبيرها ولها ركن خاص لمناقشة هذه الخلافات. كذلك لا ضير في أن نشرك الأبناء في الخلافات، في حل هذه الخلافات، هيك بنكون نحن أكسبناهم خبرة أنه كيف ممكن يواجهوا هيك مشاكل فيما بعد بحياتهم المستقبلية. بالإضافة أنه بيكونوا أصبحوا على يعني بيكونوا شاركوا بآرائهم باتجاهاتهم الفكرية بحل هذه الخلافات، وما بيضل فيها الفجوة وهالتباعد بين الأبناء وبين الآباء. يمكن دكتورة تغريد، مو بس يمكن مشاكل أهل تنعكس بشكل سلبي على أولادهم، كمان مشكلة ما يسمى يمكن صراع الأجيال بين الأهل والأولاد
الاولاد، دائما الاهل بيعتبروا اولادهم قد ما كبروا هن صغار، والاولاد بيعتبروا حالهم انه هن صاروا كبار وواعيين وما عاد بحاجه للتدخل من قبل اهلهم. هون كيف لازم يتعاملوا مع بعض من قبل الاهل والاولاد؟ صحيح، يعني دائما الاهل بيعتبروا انه مهما كبر الولد هو صغير، وهناك خوف، يعني الاسره مو من باب انه هي تتصرف انه او الاب او الام حتى يضلوا هم مسيطرين، لا، هم من باب الخوف على هؤلاء الابناء، من باب الحرص، من باب مبررات كثيره تكون عند الاهل، لكن الابناء لا يعون هذه المبررات ولا حتى الاهل يصارحون ابنائهم بهذه المبررات. هم يطلبون سلوكيات معينه ويفرضون سلوكيات معينه، ممنوع التاخير، ممنوع تعمل العمل الفلاني، لا تحكي مع فلان، وكل هالاشياء هي بتجي للولد، يعني هو خاصه كمان بمرحله عمريه الى متطلباتها والى مقتضياتها، فهون بيرفض هو هالافكار وهالطلبيات المطلوبه منه، ويحاول فرض اتجاهاته وسلوكياته من باب فرض الذات، وانه هو كبير وانه هو اصبح له شخصيته المستقله ومسؤول عن حاله، هو عنده خاصه بالتطور التكنولوجي المتسارع اصبح الابناء لديهم معلومات ومعرفه اكثر من الاباء، فلذلك هو يعي اهميه المعلومه الموجوده عنده، انه هو يعني يعني عنده معلومات، عندي معلومات اكثر منك وعندي، وبقدر يعني اقيم الامر، ولذلك هو بحاول يفرض رايه ويفرض سلوكاته. هون اذا ما كان فيها التفاهم والاستيعاب لكل مرحله و تطورها ومقتضياتها ومتطلباتها من قبل الأهل وكيفية التعامل مع هذه المرحلة، هون رح يصير في صدام ورح تخلق فجوة كبيرة بين الآباء وبين الأبناء، تحتاج بقى الجهد كتير كبير، والفجوة بتكبر وبدها جهد كتير كبير لحتى يعني ترجع العلاقة بعد ما بيكبروا ويتزوجوا ليصيروا يعوا شو اللي كانوا عم يحكوا الآباء. دكتورة، كمان في حالات انه دائما في انتقاد من قبل الأهل مثل ما ذكرنا هي الحالة، ولكن يمكن انه خلص شيلوا الموبايلات من ايدكم، عم يوبخوا الأولاد، بس هو الموبايل بإيد الأهل بيكون، صحيح، فهن يمكن بيوبخون على شيء وهن عم يقوموا فيه اصلا، فهون هي الحاله كثير صارت منتشره. مزبوط، لانه انا ما بقدر اعلم ابني شيء وانا لا اقوم بممارسته، فلما بدهم يعني طبعا انا بدي اذا بدي اقول انه الموبايل غير مسموح الا بوقت محدد، اولا انا بدي اتقيد بهذا الشيء وهذا السلوك بدي مارسه، بالاضافه انا بدي اخلق مبررات، يعني بدي ناقش الأبناء بهالحكم اللي أطلقته أو بهالرأي اللي أنا بدي إياه يتنفذ، وأعطي مبررات وأسمع وجهات نظر. طبعا أنا بدي أعرض مخاطر هالاستمرار وهالساعات الطويلة، سواء مخاطرها الجسدية والفكرية والاجتماعية، لحتى يقبل، لأنه هذا الولد ما بقى هو هذا الجيل، ما هو بقى جيل، يعني هو جيل متفتح من أول ما بيولد، متفتح وعم يعني عم يشوف معلومات كتير وعم يتعلم كتير وصار في وسائل كتيرة، فلذلك نحن أمام من البداية قلنا نحن أمام خطر إنه يكون هو بمجتمع افتراضي، أصبح بالعكس، يعني هناك هجرة إلى المجتمع الافتراضي لكل أفراد المجتمع، فلذلك هون أنا لما بدي أقول له الموبايل مسمح لك نص ساعة أو ساعة أو عدد معين من الساعات باليوم، بدي يكون أعطيه أولا أنا بدي التزم بهالشي، مو أنا أمنع وأنا فاتح الموبايل وعم ببعث وأحكي مع الآخرين، بدي كمان برر له، أعطيه مبررات إنه ليش أنا بدي هذا الشيء، شو بيأثر على واجباته الدراسية، شو بيأثر على حياته، وكل هالأمور هي بدي برر له إياها. يعني لما بدي أقول له ممنوع تحط التليفون بغرفة النوم، كمان بدي يكون أنا شارح له المضار الصحية اللي ممكن يحصل، ممكن يجنيها إذا هو ترك الموبايل عنده، معروف إنه الأولاد كلهم بيحطوا الموبايل جملة خده، ما عاد له أثر صحي كتير كبير، والأهل والأهل حتى إنه مخاطر صحية كتير، يعني مخاطر صحية كتير كبيرة إلى آثار كتير كبيرة على الأبناء. يعني من أحد التوجيهات أو من أحد يعني الأدوات، يعني الأدوات التوعية اللي بدأت تنشرها المختصين بالتكنولوجيا، إنه يجب إبعاد
كل الأجهزة عن غرفة النوم، يعني إطفاء، مو بس إطفاء الموبايل، إطفاء وإبعاده، يعني حتى إذا كان مطفي موجود بغرفة النوم، هالبطارية وهالإلكترونات اللي عم تطلع هي إلها ضرر على صحة الإنسان. فلذلك لابد من أنه فعلا يكون عنا توعية، نحن كمان بنعمل توعية مو بس للأسرة ولا المجتمع بالعموم، لأنه لازم أنا أبدأ بالتوعية من الأب والأم حتى يقدروا هن يوصلوا هالتوعية كمان للأبناء. يمكن للأسف يعني زادت نسبة الطلاق يمكن دكتورة بسبب حالات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. يمكن كتير عم نسمع قصص ما بنتخيل أنه ممكن بالفعل تصير على أرض الواقع، يعني حتى نسب الطلاق زادت بما يخص هذا الموضوع. اليوم كمان قديش لازم يكون في حملات توعية للأب وللأم وأيضا بدورهم ينقلوها لأولادهم. صحيح، يعني وسائل التواصل والتكنولوجيا الجديدة كان إلى أسرة أن الأسرة لا في تغيرات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية وفكرية وسياسية طرأت على هالأسرة السورية، وخاصة بفترة يعني من 7 سنوات حتى الآن. مع هالتغيرات اللي عم تطرأ على الأسرة وعم تجلدها للأسرة بهالتغيرات، كذلك عنا خطر كتير كبير اللي هو التكنولوجيا. فحالات الطلاق تزايدت بسبب التكنولوجيا، وكذلك أنا ما فينا نعطيها أنه بس للتكنولوجيا، وكمان بسبب التغيرات اللي نحن عم نواجهها سواء من أحوال اقتصادية ومادية واجتماعية وفكرية واختلاف بالمفاهيم. بدأنا نلحظ مفاهيم جديدة ومعتقدات جديدة، وحتى هناك يعني عادات وتقاليد بدأ يعني الأبناء يرفضون عادات وتقاليد كانت موجودة، يكون في عادات وتقاليد جديدة. لماذا؟ لأنه أساسا يعني العادات والتقاليد أتت لما بيكون في عندي أنا معتقدات موجودة، هالمعتقدات بنيت على مفاهيم ومعرفة فكرية. أصبحت الآن الأساس المعرفة ما بقى محصورة بالأسرة، وإنما عم تكون عبر العالم المفتوح عبر الويب. فلذلك رح يكون في عندي معتقدات جديدة ورح يكون في عندي عادات جديدة. فلذلك يعني حالات الطلاق نعم تزايدت بسبب أنه عدم الوعي بهالوسائل وبمخاطرها، ويعني بتشوفي أنه نشأ خلاف بين الزوج والزوجة لأنه هي فاتحة موبايل وما عم يعرف هي ومع مين عم تحكي، وهو فاتح موبايل وهي ما بتعرف مع مين عم تحكي. ممكن لايك تعمل مشكلة تعمل مشكلة تعمل مشكلة لايك تفرقنا ممكن. إيه لكان لايك تفرقنا ولايك بتجمعنا مزبوط. لكن بالعموم هاد يعني مبرر أنه أنا يعني كل فرد له صار مجتمعه الخاص افتراضي الخاص بوجود الزوج والزوجة، هذا أمر كيف بده يزبط صعب يعني. لذلك بتنشأ الخلافات وبيكون إلها، وسجلت حالات كتير طلاق بسبب أدوات التواصل. لكن برجع وبقول إنه أنا ما بعممها أنه بس للتكنولوجيا زادت حالات طلاق، لا، كذلك هناك متغيرات أخرى كان إلى السبب كبير في التواصل أيضا. يمكن في عالم ساكنين هنا مهاجرين من آلاف السنين، يمكن هلأ صار في تواصل أكثر، كمان في إلو مثل ما إلو سلبيات إلو إيجابيات. دكتورة تغريد بالختام، كلمة أخيرة أو نصائح أخيرة بتحبي تقدميها لأي عشان ضل المترابطة مع بعض؟ ككلمة أخيرة بتمنى من كل أسرة إن تحط مصلحة الأسرة بالدرجة الأولى، هي الأهم وهي الأساس. ترجع تسود المحبة، الوفاق، العطف، الحنان، التسامح، الصبر، وكذلك يعني الحوار يكون هو اللغة الأساسية، والإنصات يكونوا هن الأدوات الأساسية اللي بتستخدمها أي أسرة لحل أي مشكلة بتواجهها. نعم، يعني دكتورة معلومات مفيدة اليوم طرحتيها ضمن صباحنا غير. نتمنى كل حد عم يتابعنا يقدر يستفيد منها لحتى يضل عايش ضمن أسرة ناجحة ومترابطة. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. شكرا لك. شكرا كثير لك دكتورة تغريد، وإن شاء الله هيك ضل كل الأسر مترابطة مع بعض. ميرسي لك.